خطار المجاهدي موثق جوي تاع الوطني بجهد الداخلة والذهب على غرار باقي أقاليم المملكة وبعد إعطاء جلالة الملك الله ينصرو انطلاق عملية رمضان الدعم الغذائي لرمضان 1443 بالرباط بالأمس، نشهد اليوم على مستوى إقليم والذهب وإقليم أوسرد إطلاق العملية الدعم الغذائي لسنة 1443. بطبيعة الحال سيستفيد من هذه العملية أزيد من 6200 مستفيد على مستوى إقليم أوسرد على مستوى إقليم والذهب بمقاطعاته السبع والجماعات الترابية، وأزيد من 5300 مستفيد على مستوى إقليم أوسرد بشاوية القويرة وجماعات ترابية أيضا. بطبيعة الحال اللجنة الإقليمية والسلطات المحلية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية، بداية من تشكيل اللجان المحلية، تحيين اللوائح، استلام المواد، تلفيفها وتسليم نقط التوزيع. العملية ستستمر إن شاء الله لمدة 3 أيام وستنتهي بحدود يوم الجمعة إن شاء الله.